يقول إنني بعد الغسل أحياناً ينزل مني مذي أو مني مع البول، فبعد صلاتي يظهر لي نزول المني. نعم. يقول إنني بعد الغسل أحياناً ينزل مني مذي أو مني مع البول، فبعد صلاتي يظهر لي نزول المني أو المذي، فهل يجب علي إعادة صلاتي حيث إنني لا أعلم متى نزل؟ هل هو في الصلاة أم بعدها؟ أخشى أن هذا من الوسواس، أخشى أن هذا من الوسواس. لكن إذا كان فعلا نزل منك شيء وعرفت أنه نزل في الصلاة فعليك الإعادة، أما إذا لم تعلم هل نزل متى نزل فالأصل أن الصلاة صحيحة. نعم.